مش نفهم. جيت الإنجازات الضخمة. يقول لي مثلا لو قلت لك لا مش مطلوب، أنت ما عندكش تستعملش مطلوب، يقول لك كيف تستعمله؟ سدود، جامعات، أنت تمتاز في الأردن. ولكن أهملنا بالخصوصية بعد الأمور اللي هي تسهل حياة المواطن، منها خدمات الإدارية. ألف مواطن يعود عنده التلفزيون هنا يحتاج كارت جوديسيال ولا أي وظيفة، وما يسمش واحد درس مد يعني خففت عليه، راك خليته يتكلم يعني يتكلم بالخدمة تاعو، راك سمعته يكون تكون عنده مردودية أفضل. تجيب كارت جوديسيال مرة سوات عندك نهار تجيبه من النقاط الدارية راك عندك ساعة. يعني توفر وقتك في العمل تاعك، الوظيفة تاعك، لكن معلم ولا فلاح ولا أستاذ ولا إداري. هذا هو برنامج جديد إن شاء الله. كيفاش نتكلمك عليها؟ كيفاش نثمن هذه الإنجازات؟ كيفاش نحسن ظروف المعاش للمواطن؟ ما تفهمش بالتفاصيل، ولكن تقريبا كان مفهوم جديد. كيفاش نقرب الإدارة من المواطن وليس العكس؟ يعني عكس ما نشوفوه الآن في بعض المناطق، مواطن يعني هو اللي يمشي في الإدارة. إضافة للمكاتب الجوارية البريدية، أضفنا إدخال ما يسمى بالبريد المتنقل. مثلا بلدية فيها نشر بزاف، مفروقين، ما نقدوش نحلوا مكاتب بريدية، ما نقدوش نحلوا مكاتب جوارية، راح نديروا دي بوست، دي بوست إيتيديرون، أميني بوس، إيكيبي، بالألوان تاع لاباجي دي بوست، يمشي يجول، يقرب من المواطن. هذه الأهداف طبعا فيه عملية حتى مع التنسيق مع وزارة الداخلية باش نخدم كما نقولوا دي زانيكس ادمنستراتيف. هذو انيكس ادمنستراتيف، هذو كما نقولوا انيكس ادمنستراتيف تكون فيها عدة خدمات، فيها لابيري، فيها لابور، فيها لاكناس، فيها هذا هو المستقبل ان شاء الله. هذا هو معني نشاط الرعاية الليل الآن في نقص حتى بالنسبة للصحة. أنا رحت مع بلدي الجديد فيه مركز صحي، ولكن هذا المشكل، هذا المشكل، لأن يجيبوا الناس حتى من الحيطة، يجيبوا الميونيستي، يجيبوا كاع، هذا فيها تقييد وهذا ما يكفيش. وما نقدروش كما يقولوا مواطن يجيب بلدي يخلف يقولوا ما تجيش بلدي المركز الصحي تاعك، هذا مش معقول. إذا فيه إن شاء الله تحسينات، فيه تعزيز التواجد الخدمات الإدارية في كل بلدية وخاصة في بلدية هذا ما نقدرش نبني مكان.
في اي مكان كان في بيتوتادي او في خديد انا اتواصل مع بنك فداحي حتى منطقه فداحيه باش يحلوا لكم البنك عشان يكون طبق تفضلوا الجوله مكان هذا مكان باش نلحقوا الوقت هذا ممكن جاي نعطيكم تربوا تربوا يبنيها ولكن هذا ياخذ وقت ياخذ وقت يطول. اما بالنسبه للمصانع هذا كما قلتوا هذا شيء امثل يعني اذا كان ممكن في اطار تثمين المنطقه المنطقه اللي تكون فيها الكهرباء والغاز والاتصالات شبكه الاتصالات وعندها طريق وطني هذا كان يقول له طريق وطني وهنا اذا كان البنك هنا راح تساعد في هذه العمليه هنا تفكر في النشاطات الخفيفه التحويليه النشاطات الصناعيه الخفيفه النشاطات حتى تعرف هي اللي تخرج تبدا تخدم كما نقولوا نشاطات اقتصاديه وتنميه اقتصاديه. اما بالنسبه لمصنع كبير اذا كان جاء مبروك ولكن ما نستناوش حتى يجي المصنع الكبير لازم نعرفوا كيفاش نعيشوا الوسطى نعرفوا كيفاش نخلقوا ملف نخلقوا كما نقولوا جو نخلقوا منطقه النشاطات هي النشاطات تسمح لها بدعم الدوله خلق يعني فعلا نشاطات اقتصاديه. شكرا بعد الخلاوي أنا قلت لك لا فهمتنا من هنا ولا خارج هنا يكون في حالة انتخابية ولا خارج حالة انتخابية وحتى عندما كنت ممكن تشبعت على لابوس ولا جيتي يكون هنا كنا نمشي نتكلم صح ما أنا خارج أنا كانت فيه اخطاء من قبل حتى عندما كان النظام هذا تاع الدايبي يعني كنا لنا المكان الحكومه انا ما كنتش في الحكومه انا ذاك ولكن عن مسؤوليه تاع الحكومه ما كناش كاش رايه واضحه واش هي الدايبي الناس فهموا كل عام نديو مجموعه من الشباب دخلوا يخدموا والان بعد نسرحوهم ونجيبوا اخرين هذا يتناقض مع مفهوم تاع يعني هذا النظام تاع الادماج النهائي الشباب ديسبوزيتيف تاع سيرسيون
بداية من البداية ولاحظ هذا الخلل كان ملاتشيو صباح ملاتشيو بل يكون شباب اللي دخلوا في النظام بلاي بلاي عينوا شيء من الإدماج فعلا كثير من الشباب استفدوا منها حبست يعني وقفت التسليم بعد عام كان كثير من الشباب الالف بعد عام يسرحوا ويجيبوا الاخرين الواحد كيفاش يديرها اسباب التحريك ولكن انا حبستها قلت هذا انتهى الشاب كيبدا وصل حتى الشباب اللي خرجوا قبل قالوا هذا عيطنا لهم دخلنا لهم في اي بي كنا طلبوا ان شاء الله تدريجيا يسمحوا هم في اتصالات في البلديه هذه السياسه تاع الدوله هذه السياسه الدوله جات بالنظام هذا باش ما نعطيش ما يسمى ضروره الشومار قادرين كيف نعطيهم شيء الشومار نعطيك 500 درهم ولكن شاف في المستقبل ان شاء الله يكون تدعيم وتغطيه الشاب ويمشي للمؤسسات الاداريه الاقتصاديه يدير كما نقولوا ستاج هو يدرس وهو يتكون تجربه العام الاول الثاني حتى التروازيام اني يكمل التروازيام اني يدير النمر تاعو ويخرج عنده ديبلوم اكاديميك ولكن عنده تجربه لانه كان مارس في المؤسسة الإدارية أو الاقتصادية حتى ما يمشي الماستر نفس الشيء هذا النظام الجريبي سيتحول إن شاء الله هذا في إطار الوطني إن شاء الله عبد الفرنسيس لقاء مع الطلبة وتكلموا عليه بصراحة وبكل موضوعية يمشي الطلبة تاعنا باش ما يستناوش حتى ياخذوا شي دبلوم بعد كي يروحوا يقول لك لان دبلوم تخرج من الجامعه الان تقدم الى شركه اقتصاديه باش ما عندكش اكسبيريونس تجيب لي دبلوم من اكسبيريونس ولكن عند ما شاف عند ما هو يكون يدرس يكفلوا به من الاطراف ويعرف حتى هو راح يبدا يكوفرير لو مود بروفيسيونيل العالم المهني يمشي شركات الادارات عند ما ياخذ يصبح هو واجب ما تطلبوش تجربة كراحية في هذا هو إن شاء الله الديسبوزيتيف في مشاهدة راح يواصل طبعا ولكن التدريجيا سيتحول إلى الجامعة.